السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الرياضيات موجه لتلامذة السادس أساسي. عددان مجموعهما 42 والفرق بينهما 8. إذن عددان مجموعهما 42 والفرق بينهما 8، أوجدهما. إذن العدد الأول أو العدد الأكبر هو 42 زائد 8 الكل على 2، يعني 50 قسمة 2، أي أن العدد الأول أو الأكبر هو 25. إذا انطلاقا من هذه النتيجة نستنتج العدد الأصغر، يعني غادي سوف يكون هو 42 ناقص 25، أي 17. أو نتمم بنفس الطريقة، العدد الأصغر هو 42 ناقص 8 الكل على 2. 42 ناقص 8 يعني 34 قسمة 2 يعني 17. إذن العددان هما 25 و 17، وللتحقق 25 زائد 17 تساوي 42، و 25 ناقص 17 تساوي 8. هناك طريقة أخرى، طريقة رياضية أخرى، يعني نعتبر العدد الأكبر هو أ والعدد الأصغر هو ب، مجموعهما قلنا يساوي 42، والعدد الأكبر ناقص الأصغر قلنا يعني الفرق هو 8. إذن يمكن لنا نجمع هذا المجموع، عد أ زائد ب اللي هو الأكبر، نضيف إليها مرة أخرى أ ناقص ب، بين قوسين أ ناقص ب. إذن هذا زائد العدد الأول أ زائد ب زائد أ ناقص ب، يعني 42 زائد 8 يعني 50. هنا ننشر أ زائد ب زائد أ، نتخلص من الأقواس، ناقص ب يعني كتساوي 50، وزائد ب ناقص ب تساوي 0 يعني اختزال. إذن أ زائد أ تساوي 50، هذا يعني أن 2 أ تساوي 50، يعني نقسم على 2 أ، نقسم على 2 نجد 25. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.